هيدي الطيبة كتير كتير طبعا على الخبرة جوزيف وعلى على التجارب. بتصير تعمل طب ببيتك قصص وكذا وتجربها وبتجي قلت لك قبل هلا انا في عندي مطبخ، بالمطبخ كل يوم بعمل تيستينج بعمل بجرب. مش قلت لي شفت بعيني شاف. ثانك يو لك، بنشوفك بعد شوي. رح نروح لعند تحركة الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابراج. صبحكم بخير. اليوم الثلاثاء 3 تموز يوليو، اليوم القمر صار موجود ببرج الحوت من امبارح الساعه 8:30 المساء بتوقيت بيروت، وبالتالي في عندنا مثلث فلكي مائي بين القمر والشمس، اجواء رائعه بترافق الابراج المائيه. عم نحكي عن مواليد برج الحوت، عن مواليد برج السرطان، وعن مواليد برج العقرب. ومش بس اليوم، بكره ايضا يومين رائعين لكم. كيف رح بتكون كل الابراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، نهار صعب، نهار تقيل، لأنه بتحس حالك أنه ما طالع بإيدك شغل، الأجواء يمكن ما تساعدك، بالعكس يمكن حتى تشدك لورا، فكون حذر اليوم وحاول ما تاخذ أي مبادرة ولا تاخذ أي قرار مهم أو جذري، لأنه معقولة تندم. تبقى المواليد بعتبرها أكثر تعبان من غيرها اليوم هي مواليد شهر آذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بترتاح مع وجود أو تأثيرات هالقمر من برج الحوت، لأنه برج كثير صديق لك، المثلث الفلكي المائي بيساعدك، بيدعمك، بيحمل حظ، بيحمل مساعدة، وهنالك نوع من تفاهم أوتوماتيكي تلقائي بينك وبين محيطك. نهار جيد جدا لحتى تستفيد منه، حاول ما تأجل أكثر من نهار الأربعاء. بتبقى المواليد بعتبر انه عندها شوية حظ اكتر من غيرها، امورها مسهلة. 25-26 نيسان ابريل، 11-12 ايار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء ضروري اليوم تكون انت متمكن من عملك، لانه شغلك اليوم شو ما كان هيدا النهار معقول يحملك بلحظة ما فترة او كأنه لحظة امتحان، سواء كانت مواجهة مع احد الوالدين بيكتشفوا انك عامل غلطة، او بالشغل، بالمدرسة، امتحانات، وين ما كنت، اليوم نهار متطلب، لكن نجمك كتير قوي، بتملك القدرة، بتملك النفوذ والمؤهلات لحتى تحقق انجاز كتير كبير. الاكثر نشاطا، عنده نشاط كتير قوي، 25-26-27 ايار مايو. كمل مع برج السرطان. هيدا نهار بيحمل كمية حظ مهمة جدا، أصلا كل هيدا الشهر شهر ممتاز، واليوم وبكرة يومين رائعين. يعني اليوم تحديدا نهار ما في شيء مفروض ثيوريتيكلي نظريا وفلكيا أنه يكون معرقل دربك. إذا بتحس أنه في شيء معرقل ما تستسلم، كمل 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 من دون طبعا إثارة التحديات، لأنه ما في لزوم أبدا. كمل وشوف أنه بالنتيجة بتحصل على اللي بدك. من أكثر الأيام حظا بهيدا الأسبوع وأيضا حتى بهيدا الشهر. بشكل خاص إذا كنت من مواليد 5 و6 تموز يوليو أنت الأكثر حظا. كمل مع برج الأسد. بعد تعب أو فشل أو مشاكل اليومين اللي مرقوا، اليوم في محطة استراحة، فينا نقول ترتاح، بتشوف الأمور من منظار جيد، بطل نظرتك للأمور سوداوية، خفت الضغوط، خصمك اختفى، وفي مجال إلى إعادة النظر ببعض الأمور. يعني بترجع بتقوى نتفي أنت، وبتقدر تستقوي وتوقف على أجريك مجددا لحتى تضبط أمورك، ويمكن تضطر تعتذر. بتبقى المواليد بعتبر أنه في عندها حظ كتير حلو اليوم 14-15 و16 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء لما القمر بيكون موجود ببرج الحوت لازم تستعد انه في احتمال تكون انت شوي نرفوز، خلقك ضيق، متسرع شوي، ويمكن حتى صريح زيادة عن اللزوم. فهيدا نهار معقول انت تفش خلقك بسرعة وتسبب مشكل من حيث لا داعي، فعد للعشرة قبل ما تحكي او يكون في عندك ردة فعل. بشكل خاص 19 أيلول سبتمبر الأكثر حظا، عندنا 25-29 آب أغسطس، وبدي أضيف عليهم 13-14 أيلول سبتمبر، فما تضيعوا عليكم هالحظوظ الحلوة الموجودة اليوم. بكمل مع برج الميزان.
مولود برج الميزان رجعنا للشغل، رجع يعني امبارح اول امبارح كان يومين حلوين بسط فيهم، كنت مسافر او مرتاح على الوضع. اليوم في شغل، اليوم في تعب، اليوم في سكادجول طويل، ويمكن ينطلب منك تشتغل على مسألة أو مسألتين وفي ديدلاين، فانتبه للأمور. انتبه أيضا لمسائل صحية، الواجبات يمكن تكون العلاقة بصحة، يمكن أحد الوالدين، أو يمكن يكون في مسؤولية مهنية كتير كبيرة ومهمة جدا فما تقصر. يلي عنده شوية تقلبات هو 3 4 5 أكتوبر، يلي بعتبر في عنده نشاط كتير أو كتير مهم بيساعده 1 و 2 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب في عنا مثلث فلكي بين القمر والشمس الموجودين ببرج الحوت وببرج السرطان. انت البرج الثالث يلي رح بيسكر هالمثلث الفلكي. شو معناتها؟ معناتها انت بتاخدها مبكه اللي صارت لك. تعتبر اليوم انت من مجموعه الابراج الاكثر حظا. نهار ممتاز لمولود برج العقرب، ممنوع التشكي والتباكي والتذمر لانه الحظ بمتناول ايدك. اذا بتقعد كتف ايديك وما تعمل شيء بيكون من ايدك. نصيحه كثير مهمه، أصعب شيء عندك إيه بهالأسبوع وحتى بهيدا الشهر فيك تشتغل عليه اليوم أو بكرة. وبتبقى المواليد اللي عندها حظ مميز جدا 5-6 نوفمبر، وفيني يضيف عليهم 2-3 و4 كمان نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس بيطلع على باله ما يعمل شيء، بيطلع باله ما يشوف حدا، بيطلع باله يغير مشروعه على اساس عامل مشروع مع عده اشخاص، فجاه ما بده يشوف حدا، ما بده يسمع صريخ، ما بده يسمع صوت اولاد عم بتصرخ، عم تبكي او عم تتشكى او عجقه وصخب. اليوم نهار انت بحاجه الى الهدوء والرواء والسكينه شوي لحتى ترجع تستجمع طاقتك. صحيح مولود برج القوس هو برج ناري، لكن ايضا بحاجه احيانا الى التركيز، إعادة تركيز أفكاره وطاقته. في بعض القصص العائلية فكون منتبه لها. الأكثر حظا لأنه في حظوظ حلوة 13-14 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي نوعية هذا النهار تسمح لك تحكي، توضح، تفسر، تعتذر، تاخذ الحقيقة وتستوضح الأمور، وحتى تقدر تقدم شغل كتير مهم بده طاقة كان جسدية أو فكرية. تملك اليوم طاقة هائلة، فحاول أن تضل مسيرة والشانلد ماشي بالطريق الصحيح لحتى ما تطلع برات الموضوع أو تضيع أجوبتك، حتى يمكن تكون فهم يمكن سؤال غلط. عندك طاقة هائلة حلوة كتير. 24-25 ديسمبر الأكثر حظاً. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو اليوم نهار مكمل فيه بسرعة، بنشاط، بتفاؤل بعد اليومين الماضيين اللي مرقوا القمر ببرجك. اليوم انت يمكن تكون شايف حالك شوي مستقوي وراكد وطاحش مثل ما نحن نقول، فكون شوي حذر، فتح عينيك منيح لحتى ما تفوت بمواضيع يمكن انت مش قدها، خاصة امور مالية. انتبه ايضا لبعض المصاريف هي تكون صحية. كون حذر جدا 28-30 كانون الثاني يناير من السرعة، التهور والمشاكل. بكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت يعني اليوم بعتبره من الايام المهمة جدا بالسنة، مش بس بهالشهر او بهالاسبوع، لانه القمر ببرجك والقمر عم بيشكل مثلث مع الشمس. هيدي ما بتصير دايما، بتصير يمكن 3 مرات بالسنه. فبالتالي اليوم نهار كتير 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 مهم، اليوم وبكره. قوي قلبك، في عنوان جديد، في اولويات جديده، في قرارات جديده عم تتاخد، عم تتوضح منك لحالك، عم توصل لها. بين اليوم وبكره مولود برج الحوت في عندك مجال لتقلب صفحه على ذوقك ولتلعب الاوراق اللي انت بتريدها، فاطلب وتمنى. الاكثر حظا فينا نقول مواليد 1-2-3-4-5 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنه كثير مهمه، هيدي السنه معقوله تحمل لك تحمل باب سفر، باب نجاحات، باب ثقافات، تعلم مهارات جديده، مؤهلات جديده، بالاضافه ان سنه رح بتكون سنه حظوظ وفيره وكثيره على مختلف المستويات. تموز يوليو نوفمبر واذار مارس من افضل الاشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي. هلا بعد 9 ايام خلاص؟ اوكي، شايف اذا بتحب تعرف مواليد اليوم بعد 9 ايام بتكون لالي. كنت عم تسالني السؤال تحت الهواء، خليك على الهواء عم تسالها.
بريك ونرجع رح نكون مع هاديه.